أن تحارب مرضاً خبيثاً كالسرطان أمر كفيل بهدي جسدك وروحك، فكيف إذا كنت تحارب معه أزمة اقتصادية ومالية خانقة تتفاقم كل يوم يرافقها إهمال سياسي ووعود فارغة؟ هذا هو حال مرضى السرطان في لبنان. منذ استفحال الأزمة الاقتصادية عام 2019 والقطاع الصحي يتآكل، هجرة واسعة للكوادر الطبية وصعوبة كبيرة تعيق تأمين المستلزمات، ويبقى الأخطر والأهم فقدان معظم أدوية الأمراض المستعصية أبرزها أدوية السرطان. أما الموجود منها فشهد ارتفاعاً جنونياً في سعره فضلاً عن احتكار التجار وتخزين الأدوية المدعومة، ليتحول الأمر إلى كابوس أقسى من الداء نفسه. ويبقى السؤال الدائم، أين الدولة من كل ما يحدث؟ بحاجة لاعتمادات أعلى لحتى نقدر نأمن أدوية أكثر للمواطن. نحن الموضوع الأساسي هو نحن استعمالنا للأدوية والترشيد، طبعاً إحنا عم نحاول نشترع بعض الحلول، مثل مثلا الموضوع اللي نحن بكرة يعني حنعلن عنه من السرايا الحكومة، مثل موضوع نحن تنشيط يعني المراكز الرعاية اللي بتأمن أدوية، مثل مثلا سياسة إنه نحن نعتمد أكثر على أدوية الجنريك، وهذا بيخلينا نقدر نحصل على كميات أكثر من الدواء. فهنالك بعض الحلول اللي نحن عم نطلع فيه، ولكن بالنهاية الحل المتكامل لكل هالمشكلة هاي يعتمد على الوضع المالي والوضع الاقتصادي. فهذا هو السؤال، انه هل نحن لبنان حيروح على وضع مالي واقتصادي افضل؟ وهذا حأكيد اذا حدث ينعكس ايجابا على وضع الصحة. يبدو أن وزير الصحة يقوم بكافة الإجراءات اللازمة ويسعى إلى إيجاد الحلول، إلا أن تحسن أو تدهور الوضع الصحي يعتمد بالدرجة الأولى على الأوضاع السائدة في البلد.